إذا متابعينا الكرام، بغيت نشارك معكم هذه المشاهد الرائعة التي تثير السعار ديال نظام حظيرة الجزائر، لأن بطبيعة الحال من المعروف على أن المغرب يشتغل على أرض الواقع ويترك النباح والعويل لنظام حظيرة الجزائر. المشهد اللي غادي نشوفه الآن متابعينا الكرام هو من مدينة العيون في الصحراء المغربية، من سواحل مدينة العيون، حيث يتم بناء ميناء خاص، ميناء للهيدروكربونات وكذلك للفوسفات، لتصدير الفوسفات المغربي عن طريق هذا الميناء اللي غادي يكون مخصص لنقل وتصدير الفوسفات والهيدروكربونات. هذا الفيديو هو من شركة أرشيرودون اليونانية اللي عندها مقر كذلك في هولندا، وهذه الشركة كتخدم بتعاون مع الأوسيبي وتعاون كذلك مع شركات مغربية وشركة أسترالية كذلك اللي يخدم في هذا المشروع، وغادي نشوفوا هذا الفيديو ثم معكم بالتعليق متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام، كيف ما شفتوا فيديو رائع جدا، عنوانه العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل والنباح نتركه لحظيرة الجزائر. هذا المشهد كما أسلفت الذكر هو من سواحل مدينة العيون، حيث يتم تشييد هذا الميناء الضخم اللي كما تشاهدون الآن غادي يكون مخصص للفوسفات والهيدروكربونات في المغرب، واللي مشاركين في هذه عملية البناء شركة يونانية وشركة أسترالية. وبهذه المناسبة نحن ندعو نظام حظيرة الجزائر باش يمشي يقطع العلاقات الدبلوماسية مع اليونان ومع هولندا اللي حتى هي عندها مقر رئيسي ديال هذه الشركة، ومع أستراليا كذلك. فكما تشاهدون متابعينا الكرام، هذه المشاهد هي تغيظ نظام حظيرة الجزائر، لأن أي شيء يقوم به المغرب في الأقاليم الجنوبية إلا وكنشوفوا النباح والسعار والعوين. فهذا هو الواقع متابعينا الكرام في الأقاليم الجنوبية المغربية، شاهدوا يعني ميناء وسط البحر اللي غادي يكون ناقل
للفوسفات المغربي اللي غادي يتصدر من العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية المغربية أو عاصمة الصحراء الغربية المغربية. وطبيعة الحال هذا هو الواقع الذي لا يريد نظام حضارات الجزائر أن يعترف به، وهو أن المغرب يبني ويشيد ويضع المشاريع. وطبيعة الحال هذه المسألة نزيدوها مثلا على ميناء الدخل الأطلسي اللي غادي يكون من أكبر الموانئ في القارة الإفريقية، ومجموعة من المشاريع الأخرى لنظام حضارات الجزائر بسببها وصل لهذه الحالة ديال اليأس، وصل لهذه الحالة ديال البؤس، وصل لهذه الحالة ديال السعار لغير مسبوقة صراحة. لم نشاهد هذا الكم من السعار لدى حضارات الجزائر في السنوات السابقة. فشاهدوا هذا المنظر متابعين الكلام، وكذلك أدعو للجزائريين أن يشاهدوا هذا المنظر من العيون اللي كسميهما العيون المحتلة بين قوسين. شاهدوا العمل ثم العمل ثم العمل لطبيعة الحال تنمية هذه المناطق وتنمية المغرب والاقتصاد الوطني المغربي. دابا هاد المشاهد فاش تعرضها انت على البصبعي والجزائري المستحمر يقول لك لا 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 هادشي ما كاينش في العيون. هادشي فاش كتوريه الحقيقة ديال العيون والبنية التحتية في العيون، هو بكثر ما تم استحمار وهو الكذب عليه كيحاول يكذب ما يشاهده بأم عينه. دابا ما يقدرش البصبعي يتيق بان هادشي كاين في المغرب ولا كاين في الاقاليم الجنوبيه المغربيه، وبان هذا الميناء الضخم اللي كتشوفوه كيتبنى بهذه الطريقه هذه هو في العيون المحتله بين قوسين وفي الصحراء الغربيه وما الى ذلك. هما بالنسبه اليهم الصحراء الغربيه راه كاين في في تندوف، وهذه المساله تكلمت عليها يوم امس، كيف يتم استحمار الجزائريين بالقول بان تندوف هي الصحراء الغربيه. ها هما مشاو لتندوف واستقبلوا بن بطوش تماك، وبن بطوش كيقول لهم مرحبا بكم في الصحراء الغربيه، وهذاك التقني البيطاني دومير حتى هو مشى لتماك ويقول لهم مرحبا بهم في الصحراء الغربيه، بينما الصحراء الغربيه المغربيه الحقيقيه هي هذا اللي كنشوفوا الان امامنا على الشاشه، والمحيط الاطلسي اللي كيحلم به نظام حضارات الجزائر هو هذا اللي كنشوفوا الان امامنا على الشاشه. هذا هو المحيط الاطلسي الذي بغى يخرج العقل لنظام حضارات الجزائر وحاول بكل الطرق وبكل السبل أنه يوصل له، لكنه فشل بكل المحاولات ديالو. نعم هذا هو المحيط الأطلسي اللي غادي نستثمروا فيه، اللي غادي نبنيو فيه الموانئ، كان بنيو فيه موانئ ومازال غادي نبنيو فيه موانئ، ومازال غادي نستثمروا فيه بشكل أكبر لكي ينمي الاقتصاد ديال المغرب. وكلما نما بطبيعة الحال الاقتصاد ديال المغرب إلا وزاد السعار لنظام حضارات الجزائر وفي نظام حضارات الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية المغربية. إذا متابعينا الكرام كنتمنى هذه المشاهد تكون عجبتكم، كنتمنى تخلوا لي آراءكم في التعليقات وأراكم في فيديو قادم.